السلام عليكم ورحمة الله. كيف أخباركم؟ إن شاء الله تمام. الناس اللي معانا الآن يا ريت لو استعملوا شير ل زملائكم وأصحابكم من الجماعات الثانية، عشان إن شاء الله نبدأ بعد شوية كده اللايف. محمد عوض كيفك؟ الرابط، لا أعمل شير لللايف نفسه، يعني للبوست حق اللايف ده. الرابط بتاع المجلة طيب موجود في الانفيتيشن، أنا هرسله تاني هنا، ثانية واحدة هرسله تاني إن شاء الله. الحمد لله، والله أشأل الرابط. أوكي طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. شكرا لجميع الحاضرين. معليش اللايف كان أصلا الساعة 8، لكن أنا كان الساعة 7، أنا بقيت الساعة 6 بس كان عندي التزام. فطيب نحدد الآن البرزنتيشن. طيب أنا محمد الحاج مناسبة، مدير النشر في مؤسسة الباحثين السودانيين، المسؤول عن مشروع مجلة الباحثين السودانيين اللي هي المجلة الأفريقية للهندسة والتقنية. طبعا احنا يعني كعمل الافتتاح حق المجلة الأسبوع اللي فات، لكن إن شاء الله من الأسبوع ده في الصعيد حيكون في لايفات بصورة مستمرة للتعريف بالمجلة بصورة مستمرة يعني للأعضاء. طب نحن لما دي المجلة دي، الهدف من تأسيسها كان في البداية هو شنو؟ الهدف كان أولا طبعا تجسيد لرسالة المؤسسة بأننا نخلق منصة للتفاعل بين المتعلمين والباحثين السودانيين حول العالم، أيضا لدعم حركة البحث العلمي في أفريقيا اللي هي حاليا بتساهم بأقل من 1% من إجمالي إنتاجية البحث العلمي، مناقشة دورة البحث التطبيقية خاصة في مجالات الهندسة والتقنية في إيجاد حلول مستدامة للتحديات اللي بتواجه القارة الأفريقية. طبعا تحديات كثيرة جدا، بنتكلم هنا عن الفقر مثلا، الطاقة، إدارة الموارد، تغير إدارة الموارد الطبيعية، تغير المناخ، البيئة العمرانية، الأمن السيبراني وغيرها من التحديات اللي لابد نجد لها حلول مستدامة. بالإضافة أيضا إلى أنه عايزين عبر المجلة دي نفتح آفاق جديدة للتأثير لمستوى الباحثين السودانيين في الأوساط العلمية، ليس فقط على مستوى السودان ولكن أيضا على مستوى أفريقيا وأيضا المستوى العالمي. أيضا عايزين نسهل عملية الوصول للأبحاث ونسهل نشر الأبحاث للباحثين في الدول النامية خاصة في أفريقيا عبر نموذج نشر مفتوح open access، بحيث انه يتصل الابحاث دي والمعرفه يتصل لاي زول عنده اهتمام بها. ايضا تكون معقوله التكلفه، بحيث انه اي مؤلف في اي جامعه في افريقيا يقدر ينشر المجله دي بسهوله. طبعا هنا المجله African Journal of Technology، والاختصار بتاعها هو AJET. طيب المجله دي هي بالضبط شنو مجالات اختصاصها وتركيزها شنو؟ طيب المجله دي هي مجله علميه اول حاجه، يعني scientific journal مش مجلة ثقافية، وبالتالي أي مقال بتنشر فيها لابد يتم مراجعته وتحكيمه، اللي هي العملية اللي بنسميها peer review. مجلة مفتوحة open access، فأي زول عنده إنترنت بيقدر يصل لممكن المقالات اللي فيها. بتناقش أو بتنشر الأبحاث في جميع تخصصات الهندسة والتقنية، فالحكاية تشمل تخصصات الهندسة الميكانيكية، الكهربائية، المدنية، الهندسة البيئية، الهندسة الزراعية، العلوم الحاسوب، علوم المواد، الانفورميشن سيستمز وغيرها. بتركز المجلة دي على التطبيقات الهندسية والتقنية، فإنه مركز أكثر على موضوع الأبلايد ريسيرش، وخاصة القضايا المتعلقة بالتنمية المستدامة في أفريقيا زي ما ذكرت هنا، مثلا تغير المناخ، التنمية العمرانية، إدارة الموارد البيئية، الأمن السيبراني، الطاقة، الزراعة وغيرها. بتهدف المجلة توفير معلومات موثقة للباحثين، للمهندسين، لصناع القرار عموما، يعني مدعومه بمعلومات تكون موثقه ومدعومه ببحث علمي رصين. وايضا بتستهدف بطبيعه الحال مؤلفين من السودان، ولكن ليس فقط السودان، المجله دي مجله افريقيه او عالميه خلينا نقول.
فهي يعني بتستهدف المؤلفين من السودان ومن خارج السودان، من افريقيا بشتى دول العالم، اي زول عنده بحث متعلق بالهندسه او التقنيه مع تطبيق في افريقيا بيكون البحث بتاعه ملائم للنشر في المجله. طيب طبعا المجله الحمد لله يعني في مرحله الاعداد، وتواصلنا مع مجموعه من الاساتذه والباحثين مختلف دول العالم من شبكتنا نحن كمثل الباحثين السودانيين، ويعني مجموعه منهم الحمد لله وافقوا ان يكونوا اعضاء في هيئه التحرير. ده جزء من اعضاء هيئه التحرير في المرحله الاولى. عندنا بروف يوسف البكر هو المحرر الرئيسي، استاذ في الطاقه، البروفيسور في الطاقه المتجدده من جامعه نوتنغهام. عندنا دكتور امير عبد الله هنا في قطر، معهد قطر لمحيط البيئه والطاقه، متخصص في علوم المواد. دكتور محمد عبد الوفا من جامعه الجزيره. بروف شريف يمكن يعني ناس كتار بيعرفه طبعا في الهندسه الكهربائيه والهندسه الالكترونيات من جامعه خرطوم مدينه افريقيا التكنولوجيه. ايضا دكتور عبد الرحمن كرار، دكتور الواثق حسن، دكتور عبد الله الامين، دكتور عامر دين هو ايضا معانا مشرف في مصر الباحثين السودانيين. بروف عبد الرحمن شعيب من جامعه ولايه اريزونا في امريكا ايضا معانا. دكتور حاذر من جامعه السودان للعلوم والتكنولوجيا. فالحمد لله نخبه متميزه من الباحثين ومن الاساتذه من مختلف دول العالم. وطبعا نحن دي المرحله الاوليه، لسه حيتم اضافه اعضاء اكثر لهيئه التحرير يشملوا كل التخصصات حقت المجال، لانه ما زال في تخصصات محتاجين فيها الى اعضاء هيئه التحرير. طيب نجي هنا نتكلم عن فريق اداره المجله المدينه، طبعا يعني ادارتها وانشائها وكل يعني صوره عامه من عبر مؤسسه الباحثين السودانيين ممثله في بروف يوسف المحرر الرئيسي، دكتور انور دفع الله طبعا المؤسس للمبادره وهو عضو هيئه التحرير ومشرف العام على المجله. مرام علي ايضا معانا مسؤوله من التحرير والاديتوريال، المهام التحريريه في المجله. هي محاضره في جامعه الرباط الوطني وحاليا ايضا مرشحه للدكتوراه من جامعه النيلين. وطبعا معكم انا محمد الحاج مسؤول عن النشر وعن اداره المجله ايضا بصوره عامه. طبعا هنا الايميلات بتاعتنا لو اي زول عايز يتواصل، الايميل الرسمي حق المجله aged@sresearchers.org، وايضا عندنا ايميل ثاني srfpublishing@gmail.com. ان شاء الله السلايدات دي انا هحولها بي دي اف و هنشرها في الجروب بعد اللايف مباشره. طيب الشروط او عفوا منصه النشر، نتكلم شويه عن منصه النشر. طبعا المجله دي احنا هننشرها عبر منصه متخصصه اسمها ساينس اوبن. في ساينس اوبن دي هي عباره عن منصه للنشر publishing بلاتفورم، بتعد من اكبر المنصات للنشر العلمي المفتوح اوبن اكسس على مستوى العالم. بتوفر حاليا نموذج نشر مفتوح اوبن اكسس، وايضا هي منصه تفاعليه وقاعده بيانات تحتوي على سجلات لاكثر، حاليا عندها سجل لاكثر من 60 مليون بحث منشور، وايضا سجل لاكثر من 20 مليون مؤلف. فهي يعني منصه كبيره جدا من ناحيه الداتا بيس، القاعده البيانات الموجوده فيها. المنصه دي ايضا بتستضيف وبتنشر بشكل حصري حوالي، بتستضيف خلينا نقول بشكل حصري اكثر، حوالي 19 مجله الان مفتوحه، ونشرت اكثر من 4000 مقال الى الان. تتميز المؤسسه دي، مؤسسه ساينس اوبن، المنصه بتاعتهم بانها عندها شراكات قويه جدا مع كبرى دور النشر ومؤسسات التصنيف المعرفي للبحوث في العالم. كمثال لنموذج للمؤسسات اللي هم عندهم معاهم شراكات وبيتعاملوا معاهم، يعني بيشتغلوا معاهم باستمرار، كروس ريف اللي هو طبعا داتابيس او فهرس للمنشورات العلميه، اوركيد هنا على اقصى اليمين اللي هو الرقم الخاص بالباحثين. اتكلم اكثر عن موضوع الاوركيد ده لانه مهم جدا في تسجيل المجله. دايركتور هو اوبن اكسس جورنال، الارشيف بتاع المجلات المفتوحه، دار نشر ايميرالد، يو سي ال بريس وغيرها يعني. فالشراكات دي بتوفر، بتساعد المنصه دي وبتساعدنا نحن بما ان المجله منشوره عبر منصتهم انه نستفيد من مزايا تقنيه كبيره جدا تساعدنا انه اي بحث يتنشر في المجله بتاعتنا بيكون له ان شاء الله نسبه وصول عاليه جدا. بيكون انت البحث بتاعك لو نشرته في المجله دي، اي زول بيخش المنصه وبيبحث بيقدر يلقى البحث بتاعك بسهوله جدا وبسرعه جدا. بالاضافه لانه اي زول بيقدر ينشر ايضا عبر المنصه، بيقدر يتابع تاثير البحث بتاعه، كم سايتيشن حصل، لو في اي يعني تويت او اي تفاعل عبر شبكات التواصل عن المنشور، عن البحث، عن الورقه دي ممكن تشوفه. وايضا ممكن يتم في نوع من النقاش
في يعني البحوث المنشوره، يعني اسئله واجوبه ودسكشن وكذا مع المؤلف. فهي منصه تفاعليه شبه ما تكون يعني منصه التواصل الاجتماعي زي الفيسبوك مثلا، لكن موجهه نحو الباحثين بصوره اخص. طيب، في عده مزايا طبعا لشراكتنا مع مؤسسه ساينس اوبن، اللي هي المزايا التقنيه اللي بيوفروها. يعني هنا ذكرت مجموعه منها: الفول ميتا داتا اند فول تكست ارتكل هوستنج، كروس ريف دي او اي. دي حاجه مهمه جدا هنا، انه كل زول لما يجي ينشر في المجله دي، لانه هو بيسجل الحساب بتاعه بالرقم الخاص به، الرقم حق الاوركيد، فتلقائيا اي ورقه بتنشرها بتضاف للسجل بتاعك في اوركيد وفي كروس ريف وفي كل الفهارس اللي بتعتمد على الرقم الموحد للباحثين اللي هو الاوركيد اي دي. عندك ميزه بتاعت السيتيشن تراكنج، تقدر تشوف عدد السيتيشنز للبحث اللي نشرته. ايضا المنصه بتساعد المجلات في انهم يتم ادراجهم في قاعده البيانات حقت الدايركتور اوف اوبن اكسس جورنالز، هي واحده من اكبر قواعد البيانات او الفهارس للمجلات المفتوحه. والادراج فيها مفيد جدا، انك تكون مجلتك يعني مدرجه في الفهرس ده، لانه بتخليك بعض الكثير من الجامعات والمؤسسات التمويل العلمي، لما تكون انت عايز تنشر ورقه في مجله مفتوحه لازم، وعايز يدوك فند عليها وتمويل للنشر، لازم تكون المجله دي مدرجه في الفهرس ده. فدي من المزايا يعني بتاعت الشراكه مع ساينس اوبن. طبعا في الاندكسنج الاساسي زي جوجل سكولر، دي حاجه تلقائيه لاي مجله جديده ممكن بسهوله جدا تدرج. و ايضا بعدين الادراج في بعض الفهارس الثانيه زي باب ميد، سنترال، الارشفه بعيده المدى، لونج تيرم اركايفنج، وغيرها من المزايا. الترويج ايضا عبر شبكات التواصل الاجتماعي، كلها مزايا يعني متوفره لاي زول بينشر في المجله بتاعتنا، في المجله الافريقيه للهندسه والتقنيه. طيب، نتكلم هنا عن شروط النشر للمجله. انت الان باحث عندك ورقه جاهزه او ورقه شغال فيها وعايز تنشرها، شنو الحاجات الاساسيه المفروض تجهزها قبل ما تنشر الورقه في المجله؟ طبعا لازم يكون موضوع اختصاص الورقه مطابق لاختصاص المجله، اللي هو تكون في متعلق بالهندسه، اي مجال في الهندسه بيشمل او مشمول في السكوب بتاع المجله. الالتزام بعدد الكلمات المحدده، اللي هو عندنا 5000 كلمه كحد اقصى للمقالات الاصليه ريسيرش ارتكلز، و 7000 كلمه للمقالات الاستقصائيه او الريفيو ارتكلز. طبعا في ايضا التزام عموما بسياسه المجله في النشر، اللي هي متاحه في الموقع، وهفتح الموقع بعد شويه. في رسوم للنشر هي $100 لكل مقال، ونحن ان شاء الله مؤسسه البحثين السودانيين بنلتزم انه قدر الامكان نعفي من الرسوم او نخفض الرسوم لاي مؤلف ما قادر يدفع المبلغ ده، او ما قادر يدفعه تماما، وما قادر يدفع المبلغ كاملا، قادر يدفع جزء منه. فان شاء الله هنحاول قدر الامكان انه يعني نساعد المؤلفين في فيما يتعلق برسوم النشر. طبعا من الشروط الاساسيه للنشر انه لابد انت كمؤلف انك تكون مسجل عندك حساب في المنصه بتاعت ساينس اوبن. وطبعا بعدين لو عايز يطلع اكثر على التفاصيل حقت النشر، ممكن يطلع يشوف الموقع بتاع المجله اللي هو انا كتبته قبل شويه في التعليقات، وحضيفه ثاني ان شاء الله. موجود بمناسبة موقع في البانر حقت المجموعة، أنا غيرت البانر قبل يومين، فموجود scienceopen.com/collection/SRFAJ. هما طبعا في المنصة بتاع ساينس اوبن المجلات أو الجورنال بسموها collections، عشان كده ده السبب بتاع إنه هنا في كلمة collections. فأي collection أو مجموعة هي بتعتبر كأنها مجلة. طيب، ده الموقع بتاع المجلة، أنا حجربه بعد شوية. لكن اولا عايز اتكلم على موضوع التسجيل في المنصه، ودي حاجه مهمه جدا. طبعا اي مجله في العالم لو انت عايز تنشر فيها او انت مراجع عايز تراجع الورقه، لابد يكون عندك حساب في المنصه اللي هي تنشر المجله دي. يعني لو كان مثلا إلزيفيا عندهم منصه خاصه بهم، تايلر فرانس عندهم منصه خاصه بهم، سبرينجر عندهم منصه خاصه بهم، وهكذا. فده حاجه طبيعيه عاديه جدا. فالمنصه بتاع ساينس اوبن التسجيل فيها بيكون اولا لابد انت عشان تكون مؤلف وتقدر تقدم اوراق لانها تراجع وتنشر في المجله، لازم يكون عندك الرقم حق الباحث اللي هو مسميه اوركيد اي دي. اوركيد دي عباره عن منظمه عالميه بتوفر خدمات لتسهيل تصنيف البحوث العلميه. فمفروض تمشي الموقع بتاعهم اللي هو orchid.org/register، وبتخش هناك وبتسجل. عمليه التسجيل بسيطه جدا، بتحط البيانات الشخصيه بتاعتك، الاسم الاول، الاسم الاخير،
المؤسسة اللي أنت فيها حاليا، المستوى التعليمي وهكذا. وبعد كذا بعد 2 بالتسجيل القائمة طلعوا لك رقم خاص بيكون زي أصبح يكون بباركود خاص بك أنت. الرقم ده مهم جدا لأنه لما تسجلوا بعد كذا بتمشي مباشرة إلى المنصة بتاعت ساينس أوبن اللي هو الموقع بتاعهم scienceopen.com، تبدأ عملية تسجيل الحساب هناك. ففي المنصة بتاع ساينس أوبن نمشي الموقع بتاع المنصة اللي هو scienceopen.com/register question mark zero. طبعا هذه كلها موجودة في المنصة، يعني لما الأي زول دخل لscienceopen.com حيلقى في أقصى اليمين في زر اللي هو register، عبره ممكن تدخل فبتملأ مجموعة من البيانات يعني واضحة جدا، الإيميل، الباسورد، التخصص بتاع التخصص بتاعك شنو، الاسم وهكذا. وبعدينك المرحلة الثانية من التسجيل المنصة تطلب منك انك تاخذ الرقم حق الاوركيد اي دي بتاعك، او في زر احيانا بيخليك تمشي تلقائيا للموقع بتاع اوركيد وبيضيف بياناتك بعد ما انت تدخل كلمة السر. وبعد كده بيتم يعني بيتم انشاء حساب ليك، يعني الموضوع كله ما بياخذ اقل من دقيقتين. طبعا هنا في خيار بعدين بيقول لك انه هل انت مؤلف، لو انت مؤلف عندك اصلا منشورات او عايز تنشر فلابد يكون عندك اوركيد اي دي. لو انت ما مؤلف وما عايز تنشر، مجرد بس عايز تخش المنصه وتسجل عشان تطلع على البحوث اللي فيها، في الحاله دي ما بيكون الرقم الاوركيد ده بالنسبه لك ضروري. وبعدين بتعمل توافق على سياسه الخصوصيه وخلاص تعمل كريت اكاونت. فالموضوع بسيط جدا وما بياخد يعني ما بياخد دقيقه او دقيقتين بالكثير. طيب في المجله دي ان شاء الله عندنا طبعا يعني اهداف مهمه عايزين نحققها. نحافظ اولا على سجل نشر منتظم بما لا يقل ان شاء الله عن اصدارين في السنه مع زياده المقاله بصوره تدريجيه، ننشر عدد من المصدرات الخاصه والسبيشال ايشوز. لو هنا طبعا عندي هنا يعني استغل الفرصه دي انه اوجه دعوه لاي زول في مؤسسه تعليميه، جامعه، مركز بحثي، جامعه حكوميه وخاصه سواء داخل وخارج السودان، عندهم مثلا مؤتمر عايزين ينشروا اوراق المؤتمر دي او بعضها تنشر كاوراق علميه، ممكن جدا تواصلوا معنا وبحيث انه نشوف يعني شنو نموذج الشراكه الافضل وكيف ممكن ننشر لهم البحوث دي في المجله. عايزين ننشر ان شاء الله ايضا عبر المجله باذن الله مجموعه من الاوراق المؤتمرات الكونفرنس بروسيدنجز، سواء لمؤتمرات نحن بنقوم بها كمؤسسه الباحثين او بالشراكه مع جامعات سودانيه وجامعات افريقيه. نبني شراكات مع مؤسسات تعليميه وبحثيه ايضا من اجل ترويج المجله وزياده عدد المنشورات، وايضا نشر الملصقات الورقيه ايضا بوسترز، يعني ممكن ايضا عبر منصه ساينس او بالمناسبه ممكن زول ينشر بوسترز. فانت عندك مثلا مؤتمر وتطلب من بعض المؤلفين يسلموا اوراق ملصقات ورقيه، ممكن تتحول يكون يعني منها نسخ رقميه وتنشر في الموقع، يكون عندها دي او اي ورقم خاص بها زول ممكن يعمل لها ريفرنسنج وكذا. فدي دي مزايا يعني رائعه جدا، ارجو ان شاء الله نقدر كلنا يعني نستفيد منها. ايضا ممكن ننشر بعض الاصدارات باللغه العربيه، يعني الموقع بتاع ساينس اوبن حاليا عملوا مجموعه من التحديثات اللي فيه بتسمح بالنشر باللغه العربيه، فممكن احيانا يكون عندنا مثلا اصدار خاص عن السودان مثلا قضيه معينه ويكون المقالات بالانجليزي لكن المستخلص يكون او الابستراكت يكون في منه نسخه بالعربي ونسخه بالانجليزي. فدي يعني ان شاء الله من الحاجات اللي ممكن يعني مستقبلا نضيفها. طيب وايضا استضافه مجلات اخرى ان شاء الله مستقبلا تحت مظله دار النشر ومؤسسه الباحثين السودانيين. فدي دي النهايه بتاعت البرزنتيشن، برزنتيشن قصير وانا عايز بس يكون دي فرصه انه الناس لو عندها اسئله او استفسارات او كده انها يعني لو في زول عايز يسال اي حاجه وعايز يستفسر عن اليه التقديم، الرسوم، يعني عمليه النشر وهكذا، ممكن يعني يسال ويكتب السؤال في الكومنتس. هنا طبعا نحن الان مجله لايف ومفتوحه وجاهزه الان، اي زول عنده مقال ممكن يبدا يسلم مباشره في هنا الايميلات الخاصه بالمجله agent@sresearchers.org والايميل الثاني srfpublishing@gmail. عندنا ايضا صفحه في الفيسبوك بدأنا اعمل فيها بعض المنشورات، يا ريت الناس تتابع الصفحه وتعمل لها لايك. وهنا طبعا الموقع بتاع المجله scienceopen.com/collection/SRF_agent. طيب انا كده هقوم اوقف او اخلي السلايد مفتوح، بس هشوف الان لو في اي زول عنده اسئله وكذا ممكن يعني تكتبوها.
طيب تسنيم قالت في تخصص إحصاء في ورقة عايزة أنشرها. الإحصاء ممكن يكون، ما أعرف إذا البحث بتاعك هو يعني بينظر لتطبيق من تطبيقات الإحصاء في التقنية أو في الهندسة أو حاجة زي كده، ممكن بيكون حتما ضمن الاختصاص. بس على كل حال ممكن تسلم الورقة طوالي، يعني ممكن تسلم الورقة تعمل حساب في منصة وتخش وتسلم الأبستراكت، إن شاء الله حيجيك الرد يعني بسرعة جدا من الإديتوريال أوفيس أو مكتب التحرير المجلة. طيب السحر قالت presentation screen is not clear، ما عارف هل السلايدات، الكلام ده قبل 4 دقائق. على كل حال السلايدات حيكون حارفعها إن شاء الله بعد اللايف كـ PDF فايل، بيكون موجود إن شاء الله في الـ بيكون موجود إن شاء الله في الجروب. عربي مستوى إنجليزي. طيب اوكي، انا بس هراجع الكومنتس السابقة لو في اي زول. محمد عوض، ممكن رقم الواتساب؟ المعذرة والله ما في رقم واتساب للمجلة، بس اذا في استفسار خاص ممكن اما تواصل معي عبر الماسنجر الخاص او ترسل ايميل. الايميلاتي موجود ان شاء الله، وانا برد عليك طوالي باذن الله. طيب طيب أنا ممكن لحد ما لو في ناس عندها أسئلة تانية، ممكن حاليا أعمل أخش الموقع بس الناس تطلع على الموقع بتاع المجلة. طيب طبعا ده هنا الموقع في الصفحة الأولى، هتلقوا في الايمز اند سكوب في وصف عام شرح عمل المجلة وأهدافها والاختصاصات اللي فيها المجالات اللي فيها وكده. بعدين عندنا الصفحة الثانية اديتوريال بورد فيها الأعضاء هيئة التحرير حاليا، كل عضو والجامعة اللي هو فيها والتخصص اللي هو مسؤول عنه. بعدين هنا في التاب الثالث ده هنا Author Submission Guidelines، ده مهم جدا وستاندرد طبعا في أي مجلة، بوريك أنت كمؤلف كيف تجهز الورقة بتاعتك. في البداية طبعا زي لما يقدم ورقة ما بنطلب منه يكون الورقة في فورمات معين، أهم حاجة بس تكون PDF، ولكن بعد ما تتم تحكيم الورق ومراجعته وتم الموافقة على نشرها، بعدين لابد انه الزول يحول ورقته لفورمات تمبليت معين. احنا خدنا تمبليت هنا موجود، ممكن زول الناس تعمله داونلود. بعدين هنا طبعا عدد الكلمات لكل انواع المقالات ريسيرش وريفيو ارتكلز. هنا بعدين بعض الاشتراط، بعض الشروط العامة، عدد الكلمات في الابستراكت، عدد الكي ووردز. طيب معذرة بس أنا أفتح أخلي الأسئلة هنا جنبي عشان أقدر أشوف في الموبايل. طيب بعدين في ال ال في بعض الأقسام الرئيسية في الورقة تكون موجودة: abbreviations list, funding and employment statements, supporting information, declaration of conflict of interest, references list، يعني أشياء كلها basics بتكون موجودة طبعا. بعدين هنا موضوع عن موضوع اللغة، والورقة لازم تكون في ما في أخطاء كثيرة وكده. وإذا في زول عايز مراجعة يعني احترافية للورقة بتاعته، يعني تصحيح كامل ليها من ناحية الإنجليزي وكده، ممكن أيضا يتواصل معانا عبر الإيميل حق المجلة، ونحن كبس الباحثين بنوفر الخدمة دي أيضا.
لكن لها تكلفة مستقلة، عملية المراجعة بتاعت الإنجليزي. في بعدين كلام عن موضوع الـ Image Permissions Copyright، الـ How to Submit Your Manuscript، Submitting Revised Manuscript، عملية مراجعة الورقة، كيف تقوم تسلم النسخة المنقحة منها، كيف ترد على أسئلة، على استفسارات وعلى تعليقات المراجعين وهكذا. طيب بعدين هنا في الرسوم الخاصة للنشر، اللي هو زي ما ذكرت لكم $100 لجميع أنواع المقالات. وفي أيضا لو في زول عايز، حاجة اختيارية طبعا، إنه زول يتم مراجعة ورقته بصورة شاملة من ناحية الإنجليزي وكذا، ممكن أيضا تواصل معنا من عمل الموفر الخدمة دي English Proof Reading، والتكلفة بتاعتها هي $50 لكل مقال. طبعا الإيميل حق المجلة ممكن الناس تواصل معانا عبر الإيميل، وفي أي استفسارات عن آلية الدفع أو عن الـ Publishing Guidelines أو عن الـ Publishing Policies. هنا في تاب عن الـ Publishing Policies مهم جدا، بوضح أهم شروط النشر. أنت كمؤلف لازم تكون عارفة الـ Open Access Policy, Publishing Agreement, Ethical Approvals, Conflict of Interest, Plagiarism, Peer Review. مجموعة من المسائل الأمور الأساسية في إدارة أي مجلة. بعدين هنا آخر صفحة هنا بتكلم عن مستباحتين السودانيين، هو اللي هو الناشر، نحن كببلشر، انه نحن منو بالضبط، الشغل بتاعنا، انجازاتنا وهكذا. فطبعا بعدين انت كمؤلف عايز تقدم ورقه، عم تخش الموقع وتطلع على الشروط الاساسيه وكده، بتقوم تمشي على تضغط على سبميت مانوسكريبت، و مفروض تفتح الان الصفحه بتاعت السبميشن. فبتبدا اول حاجه طبعا لازم تكون توري عملت تسجيل دخول، بتبدا تعمل ابلود او تعمل ترفع الملف بتاعك البي دي اف فايل اللي هو فيه الورقه العلميه نفسها، لو في صوره خاصه بالبحث ممكن تعمل لها اتاتش. هنا بيظهر طبعا تلقائيا الاسم بتاعك في الاوثرز، ان اسمك الاول اسمك الاخير، اوركيد اي دي، والافيليشن بعدين تقدر تضيفه هنا، مثلا الجامعه اللي انت فيها، التايتل حق الورقه، الابستراكت، الكي ووردز ممكن تضيفها، الاختصاص حق البحث ده مثلا ديسبلين. بعدين لو في اي المعلومات المهمه، المعلومات المتعلقه بتوفر البيانات، بمعنى انه لو انت عندك ورقه فيها بحث فيه داتا معينه، هل انت عايز الداتا دي تنشر ايضا، او داتا معينه استعملتها لتقوم بالبحث، هل الداتا دي موجوده بصوره شخصيه للزول عايز يطلبها منك بايميل، او انت عملت لها رفعتها في موقع مفتوح او لا، فدي بتختار حسب الخيار اللي بتنطبق على البحث بتاعك. لو في جهه مموله ممكن تضيف المعلومات هنا عن الفندر، لو في رقم منحه تضيف المعلومات دي هنا، بعدين تعمل موافقه على تضغط على الخيارين دي هنا، اللي هم انك انت بتاكد ان المقال ده خاص بك جديد، ما نشر قبل كده باي جهه ثانيه، ولا تم تسليمه لمجلة تانية للنشر، وأنك أيضا لو قبل المقال حتلتزم بشروط المجلة وسياساتها في النشر، اللي هو بعدين كنا في رابط تاني ممكن عبره تمشي تشوف تقرأ الشروط وسياسات وتطلع عليها. يعني البروسيس إن شاء الله أعتقد أنها بسيطة وسهلة، و ما في أي تعقيد. طيب أنا هرجع بس الـ Q&A، لو في لو في أي صورة شخصية أوكي كده، لو في أي أسئلة تانية. طيب ضياء، يا دكتور تحياتي، إيميلك أو الواسط ضروري لو سمحت. الإيميل هو مذكور أستاذ ضياء في الـ في في الـ في البرزنتيشن. أنا ممكن نفتح الآن، هكتب الإيميل الآن ككومنت هنا ده. طيب إيميلات المجلة agent@researchers.org srfpublishing. ممكن تتواصل معنا عبر واحد من الإيميلين ديل، وأنا هرد عليك إن شاء الله بإذن الله. طيب محمد عوض، انا عندي ورقه عايز انشرها بس عندي استفسارات في الاول. محمد ايوه الاستفسارات والله بس بالايميل، معليش انا ما عندنا رقم واتساب للاستفسارات، المعذره منك. فلو عندك استفسارات خاصه ممكن زي ما ذكرت لك ممكن تتواصل معي عبر الماسنجر،
برد عليك ان شاء الله، او ممكن تتواصل معايا ترسل ايميل وانا برد عليك ان شاء الله بسرعه باذن الله ما حتاخر. طيب ريان، قلت لك تراجع الماسنجر، حاضر بعد اللايف حراجع الماسنجر طوالي، يصير عندي استفسار خاص حرد عليه باذن الله. طيب طيب إذا في زول عنده تاني أي سؤال أو استفسار أو اقتراح مثلا، يعني إحنا مستعدين عايزين نسمع آراءكم أيضا في المشروع المجلدي، وكيف ممكن نطوره، كيف ممكن نحسنه. طيب أنور قال هل المجلة مصنفة ISI أو سكوبس؟ أنور، المجلات العلمية لما أي مجلة لما تنشأ في البداية ما بكون عندها أي تصنيف. التصنيف في ISI أو سكوبس أو ويب أوف ساينس أو المنصات دي كلها عنده شروط معينة. من أهم الشروط بتاعته أن المجلة تكون أصلاً من قاعدة تنشر بصورة مستمرة لفترة معينة من الزمن. الفترة المستمرة دي هي تقريبا سنتين، أو سنتين أو 3 سنوات للحد الأدنى عشان تكون أصلا مؤهل أنك تقدم للتصنيف، نمرة واحد. نمرة اثنين، لازم تكون كمجلة عندك معدل النشر لا يقل عن إصدارين في السنة، وكل إصدار مفروض ما يكون أقل من 5 مقالات تقريبا، ده الحد الأدنى يعني. فما في مجلة بتنشأ من البداية وهي اوريدي مصنفة وكذا، لا طبعا التصنيف ده بيجي مرحلة متقدمة. عشان كذا احنا ان شاء الله عازمين حياة العازلين هنجتهد فيها جدا، انه في اللحظه الاول لحظه بنكون استوفينا شروط التصنيف سواء حق سكوبس او اي اس اي او ويب اوف ساينس او اي مؤشر من المؤشرات المرموقه المحترمه، طوالي هنقدم للتصنيف. مبدئيا طبعا بيكون في تصنيف بتاع جوجل سكور، وان كان ده برضه اعتقد انه لابد نحن ننشر على الاقل اصدار واحد عشان تكون ال يكون في سجل يعني حق معلومات. حاليا المجله ما في اي منشورات، فالتصنيف ما حيكون عنده معنى، لابد يكون عنده على الاقل اصدار واحد. فان شاء الله دي من الحاجات اللي حنجتهد فيها، و باذن الله تكون المجله عندها تصنيف عالي جدا، وتكون من المجلات عندها تاثير كبير خاصه في مجالات الهندسه والاستدامه والعلوم العلوم البيئيه والهندسة بصورة عامة يعني. محمدين قال دكتور أنا عندي بحث اشتغلته أول مرة في السودان في مجال النفط، هل كيف ممكن أنشره في مجال ممكن أنشره كيف؟ وشكرا. ممتاز محمد، مدعوك طوالي يعني أنك تقدم البحث بتاعك. الهندسة النفط والهندسة الكيميائية وهندسة البترول دي كلها من الاختصاصات الأساسية والرئيسية في المجلة. فعشان تنشر البحث بتاعك أول حاجة بتدخل على الموقع بتاع المجلة اللي هو أنا كتبته في الكومنتس، وموجود في موجود في وصف المجموعة. هاخد الرابط مرة ثانية بتاع المجلة، هاخد الرابط هنا ثاني. فبتدخل على الرابط بتاع المجلة، بعدين بتمشي على تسجيل حساب، تسجل حساب في الموقع بتاع ساينس اوبن، وبعدين بتبدا تمشي على سبميت مانوسكريبت. يعني في الموقع بتاع المجله نفسه واضح جدا، في الزر بتاع سبميت مانوسكريبت بتدخل بتعمل تضغط عليه، وبيوريك بيفتح لك الصفحه بتاعت تسليم المقالات.
وبعدين تبي تسلم طوالي. لو واجهتك اي مشكله او في حاجه ما عرفتها في عمليه تسجيل وكذا، يا ريت ما تتردد تتواصل معانا. ممكن تتواصل معي مباشره عبر الماسنجر، ممكن تتواصل معانا عبر الايميلات حقت المجله، موجوده الايميلات في البانر حسي بتاع البحث الثانيين، موجوده في الموقع بتاع المجله، موجوده هنا في الكومنتس. ممكن تتواصل معايا ومع مرام اي زول في اداره المجله. وان شاء الله من وجهك نساعدك لو احتجت لاي، يعني لو واجهتك اي مشكله في عمليه التسجيل. طيب انا يعني ممكن نستنى يعني حوالي 10 دقائق زيادة في أي أسئلة أو استفسارات تانية، هكون موجود إن شاء الله. طيب طيب إذا ما في زول عنده أي سؤال أو استفسار ثاني، طبعا إن شاء الله حيكون حنحاول نعمل بصورة مستمرة اللايفات دي لأي زول عنده يعني استفسار عن المجلة. إن شاء الله حنعمل اللايفات دي بصورة مستمرة، يعني مرة كل أسبوعين مثلا. وبالمناسبة إن شاء الله يوم السبت القادم حنستضيف الرئيس التنفيذي لشركة أو لمؤسسة ساينس أوبن، دكتورة ستيفاني دواسن. يعني إن شاء الله حتتكلم لنا، حنستضيف ويبينار في الباحثين السودانيين هنا. أعتقد التوقيت اللي اتفقنا عليه هو الساعة 6 مساء تقريبا توقيت السودان، ولا 7 مساء. حالنا الموضوع طبعا ان شاء الله حيكون في ايفنت وبوستر وكذا، فحتكلم لنا ان شاء الله عن المنصه بتاعتهم، وحتكلم لنا عن الشغل بتاعهم بالضبط في المنصه دي والمزايا النشر عندهم وكذا. فحيكون حدث مميز ان شاء الله، انه الاعضاء يعني يتعرفوا بصوره مباشره على مؤسسات اوبن، اللي هم يعني الان اصبح بالنسبه لنا شركاء استراتيجيين. لانه المجله، اي مجله في العالم ما ممكن تنجح ابدا الا اذا يعني بتدعمها مؤسسة ودار نشر يعني عندها خبرة ومعرفة جيدة في إدارة المجلات العلمية. فإن شاء الله يعني إحنا هنقوم هنتواصل، هيكون وهتحضر الدكتور ستيفاني دي في يوم السبت أو يوم الجمعة إن شاء الله. هو عفوا اللايف حيكون يوم الجمعة إن شاء الله، حالنا عنه طبعا. فيعني يا ريت إن شاء الله برضه تكون حاضرة. من الحاجات اللي بتمنى ان شاء الله الناس تساعدنا فيها جدا، لانه حاليا احنا العقبه او الاصعب حاجه بالنسبه لنا حاليا في مرحله المجله هو انه نلقى اوراق. دي الحاجه الاساسيه والحاجه المهمه جدا، لانه ما في مجله بتنجح بتقوم الا اذا لقيت اوراق. فيا ريت انه الناس يعني تحاول تساعدنا في الموضوع ده. اي زول بيعرف ناس، بيعرف باحثين، بيعرف طلاب عندهم بحوث، الناس طلاب البكالوريوس عندهم بحوث تخرج، طلاب الماجستير، طلاب محطة الدكتوراه، المحاضرين، الأساتذة، الناس اللي شاركت في مؤتمرات قبل كده وكان عندها أوراق مؤتمرات حضرتها وقدمتها لكن ما نشرت. أي حاجة لما نتكلم عن بحث علمي ينشر، ما بالضرورة البحث ده يكون ده بحث أنت عملته الليلة، لا، ممكن يكون بحث أنت عملته عادي قبل سنتين أو 3 سنوات ما دام هو متعلق باختصاص المجله. هذه يعني حاجه نحن محتاجين لها جدا، فيا ريت الناس تساعدنا في الحاجه دي. لو في زول ايضا بيعرف جهه في السودان او خارج السودان عندها مؤتمر مثلا، عايزه تنشر اوراق المؤتمر دي في مجله، نحن ممكن يعني نتعاون معاهم ونشر، يعني نتيح لهم المنصه بتاعت المجله دي للنشر،
لنشر أوراق المؤتمرات وهكذا يعني. فياريت أن الناس يعني محتاجين فعلا لدعمكم الكبير في الموضوع ده، موضوع أنه ترويج المجلة التعريف بها في الأوساط العلمية داخل وخارج السودان أيضا. طيب نشوف الآن الساعة 7 إلا ربع أو 8 إلا ربع بتوقيتنا نحن في قطر، ف حسيت أن ممكن نقعد 3 4 دقائق زيادة إذا ما في زول عنده استفسار تاني ممكن ننهي اللايف. طيب أعتقد ممكن ننهي اللايف الآن. شكرا لجميع الحضور. فأي زول يعني لو أنا إن شاء الله هتابع، حقول أتابع الكومنتات في غضون الليل وبكرة، فأي مسألة ثانية إن شاء الله برجع برد عليها. شكرا لجميع الحضور، و نلتقيكم إن شاء الله يوم الجمعة القادم إن شاء الله في اللايف اللي حيكون مع دكتور ستيفاني دوانسون من مؤسسة ساينس أوبن. شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله.